السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي الفاضل، أستاذ ماستر كوتش والمؤلف حسن أسوكا. بالنسبة للدورة اللي خدتها معك في نادي في ماستر كوتش، نادي ماستر كوتش، هي تجربة جد رائعة، استفدت منها الكثير والكثير صراحة. شي حوايج ما كنتش عارفاهم وما كنتش ظانه انني واحد النهار نقدر ندخل لهذا لو دومين ديجيتال، انني نعرف بزاف الحوايج على اهم الاشياء، اهم صافي دير لي زوتي افيك لاكيل اون دو ترافاي، اللي كيزيدوا لينا واحد لي زاتو بالنسبه لينا حنا. Il nous ajoute des expériences plus bénéfiques dans notre domaine, soit domaine privé ou bien domaine du travail. Bon, صراحه انا كنعتبرها تجربه رائعه رائعه جدا، ويا ريت يا ريت لو ان التجربه تكرر. يعني واخا خدينا شي حوايج، مهم خدينا شي حوايج، ماشي شي حاجه قليله، مي كوميم يعني خدينا. ومازال تبارك الله عليك عندك ما تقول، عندك بزاف الحوايج، يعني في اي حاجه كنستشرك فيها كنلقاوك تبارك الله عندك على درايه، عندك ليها حلول. يعني ساعدتينا في بزاف الحوايج، اشياء استخدمناها في المسار المهني ديالنا، يعني المسار التسويقي ديالنا. الله يجازيك بخير، شكرا استاذ، شكرا بزاف. وكنضيف واحد النقطه اخرى، وهو ان الانسان ما عمره يتوقف، وكنتمنى ان التجربه تزيد تستمر ونزيدوا نستفدوا منها اكثر. شكرا لك استاذ، شكرا جزيلا على المعلومات القيمه اللي كتعطينا، شكرا على الجهد ديالك، شكرا على الوقت اللي كتعطينا، شكرا على المتابعه ديالك لينا. يعني واخا من بعد الدوره من بعد اي دوره خدناها معك كتكون واحد المتابعه، الحمد لله ما سديتيش الباب ديالك في وجهنا. اي حاجه كان شخصيا جو بارل دو موا ميم، اي حاجه كنت بغيتها كنستشر معك، يعني الله يجازيك بخير، يعني ما كتعطلش عليا، كتجاوبني كتفيدني. فوزافي مونطري يعني واحد لا باسيونس يعني كبيره، يعني كتعاوننا بكل ما عندك، الله يجازيك بخير، وربي هو اللي غيجازيك. يعني واخا يعني كاين هناك يعني جانب مادي، ولكن يعني لا يقارن بما تعطيه، صراحة لا يقارن بما تعطيه. الله يجازيك بخير وشكرا لك بزاف، وكنتمنى لك المزيد المزيد من التألق والتوفيق ومسيرة موفقة، والحمد لله رحنا معك. يعني في أي دورة كانت من غير الدورات يعني السابقة اللي درنا معك، هاد التجربة ديال نادي ماستر كوتش كانت تجربة قيمة، وبلا ما نطول عليك هي بكل معنى الكلمة تجربة حياة، عاونتينا في بزاف الحوايج، الله يجازيك بخير، شكرا لك أستاذ.